هذه الحرب التي ربما يقول بعض أنها لم تكن متوقعة، غزو روسي بهذا الحجم وبهذه السرعة؟ الغرب دفع بأوكرانيا نحو هذه المواجهة ربما ظنا أو حسابات قد تكون خاطئة. ما يقوله زيلينسكي الآن الرئيس الأوكراني يدل على خيبة أمل كبيرة في الناتو وفي الغرب بصفة عامة. قالها بكل وضوح أنهم تركونا لوحدنا في مواجهة روسيا. زيلينسكي اليوم في خطابه الأول يعرب عن خيبة الأمل، وفي خطابه الثاني في نفس اليوم بعد ساعات قليلة يدعو المواطنين الأوروبيين لدعم أوكرانيا، وكأنه نفض يده من القادة السياسيين. وهناك تصريحات عدة لقيادات سياسية وعسكرية أوروبية تقول أنه لا يجب أن ننخرط مباشرة وعلى الأرض في هذه الحرب. هل يمكن القول أستاذ طيب فعلا أن الغرب دفع أوكرانيا لهذه المواجهة ثم تركها وحيدة في مواجهة الدب الروسي كما يسمى؟ هو دفعها نعم، يعني كان تقريبا منذ شهر ويعني طبول الحرب تدق، والغرب يقول الرئيس بوتين سيدخل أوكرانيا وسيصل إلى كييف في يومين، قالوا هكذا الصحافة البريطانية ومسؤولين قالوا هذا الكلام، وقالوه أيضا مسؤولين من الولايات المتحدة. طيب إذا أنتم تدعمون أوكرانيا وتعرفون أن بوتين سيدخل وتأكدتم من معلومات استخباراتية، لماذا تترك أوكرانيا لوحدها؟ ثم حتى ما يقيل أنه إعانات عسكرية قامت بها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، هل الإعانات العسكرية هذه القليلة الشحيحة يمكن أن تقف في وجه الجيش الروسي؟ هذا هو السؤال الكبير الآن. هل الآن أوكرانيا جعلت مصيدة لبوتين؟ أنا أعتقد أنها لن تكون له مصيدة. الخبراء يقولون روسيا دولة عظمى، إذا أخذت أوكرانيا ستتحول إلى إمبراطورية. هذا حتى في التاريخ، ولا يجب أن نظن أن روسيا ربما تجد صعوبة في هضم أوكرانيا لسبب بسيط. أوكرانيا سابقا كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، هذا أولا. ثم ثانيا أوكرانيا دولة عندها ثروات، دولة مصدرة القمح إلى جميع أنحاء العالم، دولة يعني ليست فقيرة حتى نقول أنها ستكون عبء على روسيا. ولذلك الآن نشهده الآن إمبراطورية روسية تتوسع في شرق أوروبيا وتتوسع في إفريقيا وتتوسع حتى في الشمال الإفريقي في المنطقة العربية وفي سوريا. بمعنى من المعاني الدب الروسي لا يجد من يقف في وجهه. اليوم تصريح لمسؤول عسكري بريطاني فاجأ الجميع، قال لا يجب لأي جندي من بريطانيا أو من الناتو أن يتواجد في أوكرانيا حتى لا يفهم بالخطأ. يعني إذا أنتم بهذا الحسم يعني في عدم دخول الحرب، يقصد حتى لا يفهم بالخطأ، يفهم بالخطأ أننا نشارك في الحرب إذا أنتم في مواجهة مع عسكرية طيب إذا أنتم لا تريد المواجهة العسكرية لماذا تدفعون أوكرانيا إلى هذه المواجهة وهي دولة ضعيفة مهددة في سلامتها الترابية؟ لماذا السؤال الآخر أستاذ طيب، لماذا تأخر الناتو أو رفض الناتو قبول عضوية أوكرانيا كذلك؟ ربما إذا رفض هذا الرفض الناتو لدخول أوكرانيا خوفا من مواجهة عسكرية مع روسيا، طيب هذا ممكن. إذا هم تأكدوا أن دخول أوكرانيا إلى الناتو سيغضب روسيا وسيجعل الصراع ربما مباشرا بين القوتين الكبيرتين، عندها لا يجب أن ندفع أوكرانيا إلى مواجهة روسيا، يجب أن يكون نوع من التوافق حتى لا تقع هذه الدولة ضحية هذا الغزو الروسي الظالم. في جميع الحالات موقف الناتو بدأ ضعيفا، موقف الناتو بدأ ضعيفا. ويجب هنا أن ننتبه أنه هذا سيدفع إلى تغيرات استراتيجية كبيرة في المنطقة العربية وفي إفريقيا وحتى أيضا في أوروبا.